السلام عليكم ورحمة الله، الله يحييهم. طبعا هنا 1989 شفروليه كابرس بروغهام اللس ربع تنده. السيارة تبارك الرحمن من أروع وأجمل ما يكون، ومن أفضل الألوان تبارك الرحمن داخليا وخارجيا. راح نشوف السيارة من برا وبرضه نطلع عليها من الداخل وناخذ فيها فرة. طبعا هذا فقط إبار، طيب الآن نشوف السيارة من الداخل إن شاء الله تبارك الرحمن. الشيء الجميل السيارة ممشى وعداد بالكيلو، السيارة ماشية 161,571 كيلو فقط. شوف نظافة الداشبورد والطبلون، ما في أي تكسرات أو تصدعات، الأخشاب بحالة سليمة. طبعا الراديو الأصلي موجود مع السيارة مع البيع بإذن الله. الأخشاب جديدة تبارك الرحمن، ما فيها أي ملاحظات. النوافذ الكهربائية أو الجامات، برضو السيت كهربائي تحكم بالكهرب للسواق وللراكب. طفيل هذا اللي تشوفونها، طبعا هذا حماية من رطوبة، حتى الرطوبة ما تأثر على السيارة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن صاحبها من الحرص عليها حط عليها المادة هذه حتى تحميها من الرطوبة. طبعا في انخفاض هنا شوي في السقف، يعني هذا جدا بسيط. نشوف المحركات وبعدها نشغل السيارة. هذا الكفر تبع السيارة، طبعا مثل ما ذكرت هذا الراديو الأصلي موجود هنا. طيب يشغل الموتر الآن وناخذ فرة فيه. بسم الله،
المكيف طبعا شغال ما شاء الله تبارك الرحمن ثلج. السيارة حطت عليها فرة، عضلاتها الميكانيكا تبع السيارة أروع وجه ما يكون.